يا حلوين، مثل ما انتم شايفين اليوم نزل حدث اسطوري اللي هو حديقة الملاهي ولا رافعة الملاهي ولا ما وين احنا بس شو عم يصير هون بشباب فري فاير قرينا اشياء بتنحسب شباب واشياء غريبة عجيبة شباب رح تشوفوا المقطع اليوم. خلينا ندخل ونشوف، ليتس جو. هلو يا حلوين حبايبي، بعرف صار لي زمان مالي حاطط هالمقدمه وهالانترو تبعيتي. حبايبنا كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كشتم حبايبنا. رجعت لكم مقطع جديد، مقطع اسطوري شباب. مقطع اليوم شباب حدث نزل اليوم حبايبي. يوم شو اليوم؟ خلينا نشوف شو اليوم. تاكد اليوم شو اليوم؟ اليوم جمعه. لا اليوم خميس. هلا بالخميس حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين نزل حدث اسطوري اللي هو اسمه رافعه الجلاد. يعني اليوم راح نصير جلادين شباب، بتعرفوا ليش؟ لانه راح نحصل على هذه الحزمة السفاح الظالم. يا سلام الظالم، اوكي. قبل ما نشاهد المقطع شباب لا تنسوا تحاولوا تنزلوا اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يا احلى ناس. من تحت بالوصف موجود الرابط البثوث مباشرة على الفيس شباب، بثوث مباشرة يومية على الساعة 6 وبنعمل فيها بطولات ورومات والى اخره، تعالوا اتفرجوا. اوكي اوكي شباب. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين هون بالحدث اليوم نزل شيء اسطوري. تمام، عندنا هون مثل ما انتم شايفين في اكثر من صندوق، يعني تعرفوا يعني لازم نضغط ونسحب الصندوق عشان نحصل على الجوائز الموجوده هون. مثلا الصندوق للسوبر، هتشوفوا تدخلون هون شايفين شباب الجوائز الموجوده عندنا هون، هاي وهاي. طبعا هون بهالحدث الشيء الحلو شباب بهالحدث انه راح احاول احصل على هاي الرقصه، ما عندي اياها، وسكين الجديد واشياء كثير حلوه شباب موجوده هون، فهمتوا علي؟ يلا خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم شباب، ليتس جو ونشتري 10 لقطات. طبعا شراء اللقطات بيكون من تحت على اليمين شباب. اوكي اوكي تم الشراء. بدنا نروح نضغط هون. بتعرفينهم شايفين هون يا شباب، انتم عم تمشوا لازم تتاكدوا انه السهم موجود مباشرة. اوكي هلا هون رح نحاول ندخل، نحاول نحصل على صندوق السوبر الكبير. خلينا نعمل التقاط لنشوف. يلا ابلع لنشوف. هذول طبعا الصناديق العادية موجودات، نحن نحاول نحصل على صندوق السوبر الكبير. نشوف كم رح يكلف له. قولي جميلة، هات لنشوف. هذا هو شباب، هذا هو الاخير الاهم شيء. عجب يا ترى هل رح احصل عليه؟ طبعا هون هات نشوف. ال 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 يا رب ست كشمور. اوكي شباب هون رح نعمل تحديث، رح نعمل تحديث لانه تحديث بخمسه جواهر. تمام اوكي، نبقى بنفس المكان، حاول احصل على صندوق الصندوق الكبير، هذا هو اهم شيء. يلا يلا يا جميل، يلا يا جميل. اللي جنبه قهوته شباب ويكتبها بالتعليقات نفس الشيء. صندوق سفاح، هات لاشوف. وانا فكره احاول احصل على ثلاث صناديق موجوده تحت شباب، شو رايكم؟ هات نشوف هذا الحظ، ليتس جو. قولي بسم الله. لا اسمعوا، بدي احاول اروح بدي اشتري كمان 10 10 خلينا نشتري كمان 10، خلينا نشتري كمان خلينا نشتري. رح احاول اخذ هدول الثلاثه الامام شباب لانه شايفهم ممكن نحصل على شيء لوز لوز. يلا يا جميل، يلا 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 ناخذ هذا واللي تحته كمان. لا الزلمه الزلمه، يلا خلصنا. يعني شباب قال لي يا ترى هذا الشيء مضبوط ام شيء؟ هذا الشيء رح ناخذ، نحاول ناخذ هذول اللي موجودات، ناخذ هذول الشباب لانه صندوق ذو سوبر يعني ممكن يطلع لنا السكين، ممكن يطلع لنا السكين شباب او الرقصه. بسم الله قول لي الزلمه الزلمه، شو بدي اعمل بلبس البنت انا؟ شو بدي اعمل لبس البنت شباب؟ يعني ليش هيك ليش هيك دخيل الله؟ يلا يا اخي يلا برو كمان يا الزلمه، خلاص يا الزلمه قول لي. هذا هو هياته، عندي اياه والله عندي اياه هياته. هي نعمل ريفرش، هات لنشوف. نفس المكان عندنا هون الصناديق، نحاول رح ناخذ هذول نكبش على رواق شباب. شايفين شباب يعني يلا هذا هو. طبعا ما بقول شباب، بقول قصدي شباب بنات. اوكي طبعا شباب ان شاء الله رح نعمل لكم فيديو لنحرق ابو الباكجات كلياته، بس اصبروا عليه هيك نجمعوا كثير هيك يصيروا لوز لوز. قول لي ان شاء الله هذا هو سياره. او ماي جاد
اوكي هنشتري 10 صناديق 10 لفات. شوف هذا يعني ثواني شوي. هلا الجواز الكبرى هات بس اشوف شغله. الجواز الكبرى شباب طب يعني خلص يا اخي خلص يعني بدنا الجائزه الكبرى. اعطينا الجائزه الكبرى معلم يعني وبعدين خلص ولو لا تكون هيك خلص هيك. يلا نفتح نروح على اليمين نحاول نحصل شيء على الرقصه او شيء. يلا برو يلا برو كمان. يلا اقسم بالله شو هذا. يلا يا اخي يلا يا زلمه يلا نحاول ناخذ صندوقين شباب اثنين ورا بعضهم. يلا يلا هي حان الوقت حان الوقت ليتس جو. لا حول الله هلا على اليسار ما راح اخذه. يلا نعمل ريفريش. يلا هذا هو. يلا يا جميل اوهو بعدين. يلا يا جميل يلا يا جميل يلا يلا بخيل بخيل لفتين شباب لفتين بخيلتين بخيلي يعني بخيلة لفتين. يلا هاي وحدة ها اوكي اوكي نشتري تم الشراء لانه شاب يعني اللي لا هذا عم يعلق شباب هذا عم يعلق هذا يدل في شيء ورا هالتعليقة هاي كمان مرة علق. لا هذا يدل ورا هالتعليقة شباب فيها شيء. ان شاء الله الصندوق ان شاء الله السكين. لا حول الله يا ربي نعمل ريفرش راح نكمل يعني مش شباب الصندوق السوبر في كبير هو لازم يكون موجود هناك. اوكي لا لا عم يا شباب شو هذا الشباب شو الحدث هذا. قول لي هذا هو شو هذا قمت الارض يا قنبولة شباب. خلينا نجرب هون على اليسار نشوف نجرب هون قنبولة شباب قنبولة شو هذا. يلا والله شباب شكلهم شكلنا مطولين هون يا شباب شكلنا مطولين هون على خير. خلينا نشتري 10 هذول. لا شو شكلنا مطولين على خير شباب شكلنا بدنا والله منيح زبطت قهوتي وعلى رواق شباب. شو نعمل ريفرش يا زلمه. يلا هون تغير مكانه خذ هون. يلا روح والله شكلنا مطولين شباب شكلنا قاعدين قاعدة طويلة والله. تعال اسحب يعني لو كان يعملوا هيك شيء يعني شيء يعني سكايب ولا يعني هيك نيو غير فهمتوا علي. اوهو علينا يلا بليز حنبوك. اوكي يلا هاي هي اوكي علقت. اوكي لنشوف نشرب قهوتنا على رواق يا الزلمه. انا شفت لي ريخ يا الزلمه العمل ضربك وال شباب انا قلت لحالي مشغله مطوله على خير مطوله بس هون شباب هيك حصلنا على السكين. هي اول شيء هي اول خبر جميل. اوكي اول خبر لوز اللوز. بس هون شباب قبل ما نروح الشغله بدي اتاكد من شغله شباب الرقصه اتاكد من الرقصه شباب لانه هالرقصه ما عندي اياها. هي رقصة هاي ما عندي رقصة الشيمي شباب ما عندي اياها. لكن بدنا نرجع على الحدث ونرجع نشوف الاوضاع هي ما عندي اياها. هي شايفين شباب ما عندي هالرقصة نحاول نحصل على الرقصة. بس نحصل على الرقصة شباب سوي شوي الرقصة يعني بتكون موجودة هون. اوكي خلينا نحاول نعمل التقاطات جميلة جدا. نحاول نحصل على الرقصة شباب. اوكي حصلنا عليها ابلع لو يعمل هيك شيء سريع شباب هيك كبسه سريعه هيك تخلي الواحد يمشي بسرعه. ما في رقصه ليس لديك التوكن كافي. قول لي شراء هذا شوف ابلع ليتس جو يلا حبايبي
بما انه يعني رح نخلص هلا 10 لقطات شباب، اذا حصلنا عليه حصلنا عليه، ما حصلنا عليه شباب رح اعمل رح احاول احصل على الرقصه اوف لاين، اوكي خارج الفيديو تمام، لانه شباب رح بعرف رح يطول وما بدي اطول عليكم اكثر من هيك شباب. الحزمة هي أسطورية، رح نجربها إن شاء الله. المسويات حبايبي رح نروح نستعرضها نشوف لكم إياها، شوفوها يعني بعد شوي، أوكي جهزوا حالكم. بس عن جد يعني حدث هذا غريب عجيب شباب، أقسم بالله هذا شباب يعني لازم واحد يكون رايق فايق ورايق. أوكي شباب خلينا نحصل نحاول نضرب الأخيرة شباب، ليتس جو. ابلع يلا يا جميل، يلا يا جميل، يلا يا جميل، يلا يا جميل، ليتس جو. زفت. يلا اخر لقطة. ابلع. اوكي. خلاص شباب. شباب مطولة شباب، القصة مطولة شباب، القصة مطولة شباب، القصة مطولة، ما بدي اطول لك اكثر منك شباب. هي الحزمة. قول لي. اوه. شوفوا 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 القناع ما احلاه. بيطلع من عينه نار وكل شيء. لوز اللوز الوشاح هذا، لا هذا الوشاح كمان حلو. الخوذة اللي يسموها الخوذة هون. اوكي اوكي شيل لوز شيل لوز شيل لوز شيل لوز شباب، راح نشوفه نجربه المسويات شباب. اوكي حبايبنا الكرام، هي بكون تابع مقطعنا اليوم شباب. بعرف مقطعنا اليوم ما بعرف ليك ماري حاسه فيه كان فيه كتير انرجي، بس بعرفكم بعرفكم انتم شباب قد ودود. اوكي رح تعطونا زر اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس حبايبنا، واللي مش مشترك ينزل تحت يشترك بسرعه احسن ما اجي اسحبه مثل ما كنت عم بسحب هذا الموجوده بالحديقه الملاهي. اوكي اشوفكم على خير، مسويات باللايف ستريم يوميا حبايبنا على الفيسبوك. سلامات، ان شاء الله تكون ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون عجبكم المقطع. يلا باي باي تشاو.